متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم هذه النشرة الجوية الخاصة التي تتحدث عن توقعات الموجات الغبارية والعواصف الرملية في المملكة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع الجاري. إذن في نهاية هذا الأسبوع اعتبارا من يوم الخميس، تتعرض أجزاء مختلفة من المملكة لموجات غبارية كثيفة، تصل في بعض من الأحيان إلى وجود عواصف رملية ذات طابع قوي، ويؤدي إلى انعدام تام في مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق. في نظرة سريعة قبل الخوض بالتفاصيل، نجد أن تقريبا في التقسيمات لهذه العواصف أو الموجات الغبارية الكثيفة، نجد أن الغبار باللون الأحمر هو الغبار المتوقع ذات أن يكون قويا، وفي هذا اللون الآخر يشير إلى المناطق ذات التركيز الكثيف للغبار كما تلاحظون، وباللون الأصفر هو الغبار ذات التركيز المتوسط. فكما نلاحظ أيضا الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة، تحديدا مناطق الحدود الشمالية وحائل والجوف، يتوقع أن تتعرض لموجات غبارية وغبار قوي يصل إلى حد العاصفة أحيانا، في حين أن مناطق القصيم والمنطقة الشرقية وحفر الباطن والرياض، هذه المناطق تتوقع أن تتعرض لغبار كثيف جدا وربما يصل إلى حد أيضا العواصف الرملية القوية، في حين تتأثر منطقة نجران وعموم مناطق جنوب المملكة في وقت لاحق من يوم السبت بغبار يعتقد أن يكون متوسط، لكن هذا طبعا قابل للتغيير. نخوض معكم في التفاصيل في التسلسل الزمني لهذه الحالة الجوية المتوقعة على المملكة والتي تعتبر الأقوى من الناحية الغبارية منذ فترة طويلة. طبعا يبدأ هذا الأمر بنهار يوم الخميس، حيث يتوقع أن تشتد الرياح الغربية على منطقة الحدود الشمالية والجوف، تشمل تحديدا منطقة عرعر وسكاكا والقريات والطريف، وأيضا بعض المناطق القريبة من رفحاء. هذه المناطق توقع مع ساعات نهار يوم الخميس أن تشتد عليها الرياح، تتشكل موجات غبارية كثيفة قد تصل إلى حد العاصفة، وتتحرك هذه الموجات الغبارية لاحقا إلى داخل الأراضي العراقية، ولا يتوقع أن تدخل إلى داخل المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت، أي في ساعات نهار يوم الخميس. ربما بعض الموجات الغبارية بشكل متفرق ومتباين من وقت إلى آخر تصل إلى مثلا مناطق قريبة من حائل وأيضا القرب من حفر الباطن، وتستوجب المتابعة بشكل عام، ولكن التركيز الأساسي لذلك يكون يقع على مناطق الحدود الشمالية وأجزاء من الجوف، وتنتقل داخلا إلى داخل الأراضي العراقية. لكن اعتبارا من ساعات ليلة الخميس على الجمعة، يتوقع أن يتشكل منخفض جوي تقريبا فوق منطقة الخليج العربي، وهو مترافق مع منخفض آخر فوق بلاد الشام، كلاهما عميق من ناحية القيم، ومن المتوقع أن يحدث تغييرات جذرية بمشيئة الله تعالى على الأجواء. تتمثل طبعا هذه التغييرات بأن المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية المملكة ستتعرض يوم الجمعة لارتفاع كبير جدا على درجات الحرارة، ذلك يؤدي إلى أن تصل درجات حرارة لمستويات متقدمة تتجاوز 35 درجة مئوية في العاصمة الرياض، ولكن في المناطق الشمالية من المملكة تعبر جبهة هوائية باردة ستعمل على حدوث انقلابات حرارية كبيرة أينما وصلت تلك الجبهة، بحيث تصل هذه الجبهة إلى باقي مناطق المملكة يوم السبت، وبالتالي يوم السبت سيكون هناك انقلاب حراري تام وانخفاض على درجات حرارة بما يتجاوز أحيانا 10 و15 درجة مئوية كفرق ما بين يومي الجمعة والسبت. ولكن تركيز هذه النشرة سيتركز على موضوع الغبار، فيوم الجمعة صباحا بمشيئة الله تعالى يتوقع أن تتركز وتنشأ موجات غبارية كثيفة تصل إلى حد العاصفة الرملية في المناطق الشمالية من المملكة، تشمل منطقة حدود الشمالية، منطقة الجوف وسكاكا، القريات والطريف، وأيضا تصل إلى أجزاء من منطقة حائل. على الجانب الآخر تهب رياح جنوبية غربية نشطة السرعة تعمل على حدوث موجات غبارية تتزايد بشكل تدريجي ومضطرد، وذلك تحديدا في تأثيرها الأساسي على المنطقة الشرقية، تشمل كل من الدمام والجبيل، حيث يتوقع أن تتعرض تلك المنطقة لرياح جنوبية غربية تكون قوية بشكل يسمح بحدوث موجات غبارية كثيفة مع ساعات صباح يوم الجمعة بمشيئة الله تعالى. مع ساعات ظهيرة ونهار يوم الجمعة يتوقع أن تشتد حدة الموجات الغبارية، تصبح عاصفة رملية قوية على أجزاء واسعة من شمال المملكة، تشمل بذلك حائل، أجزاء من القصيم، منطقة سكاكا وعرعر، الحدود الشمالية، رفحاء،
حفر الباطن، جميع هذه المناطق المشار إليها بهذه الألوان يتوقع أن تتبلور عليها عاصفة رملية قوية تؤدي وتتسبب بتدني كبير لمدى الرؤية الأفقية، وأيضا يتوقع أن تهب معها رياحا شمالية غربية غاية في القوة، تتجاوز سرعة هباتها أحيانا ما يتجاوز حاجز 100 كيلومتر في الساعة، في حين تبقى الرياح الجنوبية الغربية والغربية بالسيادة على المنطقة الشرقية من المملكة، وبالتالي تبقى هناك فرص لحدوث موجات غبارية كثيفة على المنطقة الشرقية تشمل الجبيل والدمام. بالنسبة للعاصمة الرياض يبدأ هناك أيضا نشاط لافت جدا في سرعة الرياح يعمل على حدوث موجات غبارية تكون قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق المختلفة حول الرياض وداخل العاصمة بشكل عام. أما مع ساعات مساء يوم الجمعة وليلة الجمعة على السبت فيتوقع أن تهب عاصفة رملية قوية على كافة المناطق الوسطى من المملكة تشمل الدوادمي العاصمة الرياض منطقة الخرج إضافة إلى المناطق الشرقية من المملكة الدمام والجبيل وتشمل بذلك أيضا حفر الباطن القصيم والأجزاء الشرقية من حائل، وتبقى هناك رياح نشطة تدفع بهذا الغبار إلى كافة هذه المناطق بمشيئة الله تعالى، قد تصل يعني قوة هذه العاصفة إلى ما يؤدي إلى انعدام تام في مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، رياح قوية جدا حتى داخل العاصمة الرياض قد تصل سرعة بعض الهبات إلى ما يتجاوز 70 و80 كيلومتر بالساعة، وفي المناطق المكشوفة تتجاوز 100 كيلومتر بالساعة بمشيئة الله تعالى، وهناك طبعا تنبيهات جدية من ارتفاع نسب الغبار في الأجواء ومن أثر ذلك ومن تبعات ذلك على مرضى الجهاز التنفسي والعيون، أيضا تنبيهات من مخاطر المسير على الطرقات الخارجية، وأيضا من ضرورة تثبيت المقتنيات الخارجية في أغلب المناطق التي تتأثر بهذه الأحوال الجوية نتيجة ارتفاع سرعة الرياح بمشيئة الله تعالى. أما مع ساعات صباح يوم السبت فيتوقع انتشار الغبار إلى مناطق أخرى تشمل مناطق جنوب شرق المملكة بما فيها منطقة الإحساء مثلا المناطق الجنوبية وتصل إلى منطقة وادي الدواسر، وأيضا عفوا تصل إلى بعض مناطق جنوب غرب المملكة بما فيها منطقة نجران، مع استمرار هبوب رياح تؤدي إلى إثارة الغبار ما بين الحين والآخر على المناطق الشرقية والوسطى من المملكة، ولكن تنتقل العاصفة الرملية بحد ذاتها إلى المنطقة الجنوبية، كما تتأثر دولة الإمارات وقطر وأيضا البحرين بهذه العاصفة الرملية بوقت متأخر من ليلة الجمعة السبت، وتصل دولة الإمارات مثلا يوم السبت بمشيئة الله تعالى. هذه توقعات بشكل عام تسلسل الزمني للموجات الغبارية والعواصف الرملية المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع. طبعا هذا بالنسبة للعاصمة الرياض على وجه التحديد رسم بياني يبين مدى أقصى كثافة للغبار متوقعة وأقل يعني رؤية أفقية متوقعة خلال الأيام القادمة. إذن يوم الخميس سواء في ساعات الظهر والعصر والمساء وحتى الليل الغبار إجمالا خفيف يرتفع بشكل مطرد مع ساعات صباح وظهيرة يوم الجمعة في العاصمة الرياض، يصل مع ساعات المساء والليل إلى المرحلة المتقدمة جدا مرحلة العاصفة الرملية والغبار الكثيف جدا، ثم يعود بالتراجع تدريجيا مع ساعات ليلة الجمعة على السبت أو تحديدا صباح يوم السبت كما تلاحظون ليلة الجمعة السبت ومساء يوم ليلة الجمعة على السبت العواصف الرملية قوية جدا تكون في المنطقة الوسطى تبلغ ذروتها، ولكن مع ساعات صباح يوم السبت تتراجع بشكل تدريجي وتخف بشكل لافت مع ساعات مساء يوم السبت على وجه التحديد. فهذا بالنسبة للعاصمة الرياض كمخطط. إذا يبدأ الغبار موجود معنا يوم الخميس ولكن يكون إجمالا خفيف، يتزايد بشكل مطرد مع ساعات صباح يوم الجمعة، يصل ذروته مع ساعات العصر والمساء والليل، ويبدأ بالتراجع التدريجي مع ساعات نهار يوم السبت بمشيئة الله تعالى. طبعا بما أن هذه العواصف الرملية والموجات الغبارية تأتي في وقت عطلة نهاية أسبوع وبنفس وفي ذات الوقت تأتي في فترة الربيع، فطبعا النشاطات بالنسبة للذهاب إلى البر والمكشات بشكل عام لا ينصح بها في بعض المناطق التالية خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. لا ينصح بالذهاب والمبيت خارجا أبدا في مناطق الجوف حدود الشمالية حفر الباطن حائل والقصيم عموم مناطق العاصمة ومحافظة الرياض والمنطقة الشرقية تماما، جميع هذه المناطق لا ينصح أبدا بممارسة أو الذهاب إلى البر أو حتى يعني الذهاب إلى المناطق المكشوفة والمفتوحة، وذلك لسببين. السبب الأول شدة سرعة الرياح القوية جدا قد تقتلع المقتنيات المختلفة حيث بعض هباتها قد تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة في بعض المناطق،
والأمر الآخر هو من ارتفاع نسب الغبار الكثيف، والذي أيضا يؤدي إلى ربما حدوث مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون، وأيضا مما يتسبب من انعدام مدى الرؤية الأفقية في بعض الطرق الخارجية والمختلفة، والتي أيضا قد تتسبب بحدوث أيضا كثبان رملية تغطي بها بعض الطرق الصحراوية في هذه المناطق. وبالتالي الحذر، كل الحذر واجب من عدم الذهاب والمبيت خارجا في ظل هذه الظروف الجوية المتوقعة. على الجانب الآخر، مناطق جنوب غرب المملكة بما فيها نجران ينصح بعدم ممارسة الذهاب إلى البر أو بالمكشات مع ساعات ليلة الجمعة السبت وصباح يوم السبت، لكن قبل ذلك قد تكون الفرصة متاحة. أما في المناطق الغربية من المملكة فإجمالا الأمور جيدة، قد تشهد المناطق الغربية نشاطا كبيرا في سرعة الرياح، خاصة مع ساعات مساء يوم الجمعة ونهار يوم السبت، بحيث تكون هناك رياح يوم الجمعة بعد الظهر شمالية غربية نشطة السرعة. يضطرب أيضا البحر في المنطقتين الشمالية والوسطى، الساحل الشمالي والساحل الأوسط، حتى في مدينة جدة قد يضطرب البحر نتيجة نشاط كبير في سرعة الرياح. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن توقعات الموجات الغبارية والعواصف الرملية خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. للمزيد يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. سنقوم بمتابعة معكم أولا بأول حول تطورات هذه الأحوال الجوية بمشيئة الله تعالى. نسأل الله أن تكون هذه الرياح ونسألها خير ما فيها، ويعني نعوذ من شرها، من هذه الرياح ومن شر ما فيها. وأتمنى لكم جميعا السلامة أينما كنتم، دمتم دائما بخير. إلى اللقاء.